الليفلنج ادجستمنت هي تستخدم لتصحيح الميزانيات، فهيتم ادخال كل قيم الميزانيه وبعدين نشوف برضو ازاي احنا نصححها. فهنحط هنا مثلا نقطه البدايه، النقطه اللي احنا هنبتدي منها والنقطه اللي احنا هنقفل عليها والقرايات القائمه في الليفلنج بوينت، كل نقطه القرايات بتاعتها سواء كانت قرايه باك سايد او قرايه انترميديت او قرايه متوسطه، والقرايه فور سايد او قرايه مقدمه، وكذلك المسافه ما بين النقطه والنقطه التي تليها. بعدين نقول الكالكوليشن وهنبتدي نشوف العمليات ازاي. هنبدا هنا ندخل الداتا، هنقول له مثلا النقطه الاولى مش مسجل الداتا الخاصه بالليفلنج، خلينا نسجلها مع بعض. هنقول له هنا كي ان بادئ من النقطه سي بي 105. اوكي، انا مثلا ما عنديش احداثياتها فمش هتفرق الاحداثيات عشان انا كده كده دي بنش مارك ما لهاش احداثيات. هنقول له بس الاليفيشن الخاص بيها وليكن مثلا 12 متر 40، ده الاليفيشن. اوكي اد بوينت. اوكي، فانا خلاص هبتدي من النقطه 105 وهقفل على نفس النقطه برضه النقطه 105. اوكي، يبقى الانيشال بنش مارك سي بي 105 اللي احنا حطينا عرفناها من شويه. طيب هنبدا هنا النقطه الاولى، هنبدا ندخل الداتا بتاعتها. النقطه الاولى دايما بتكون باك سايد، هتكون القرايه عليها 1.469. دي طبعا قرايه القامه اللي انا اخدتها على النقطه، يعني نقطه البنش مارك دي القرايه اللي انا اخدتها عليها. اوكي، بعدين على مسافه، مثلا النقطه المسافه بقى من النقطه بينها وبين النقطه اللي بعدها هتبقى 9 متر 99.654. تمام. طيب عشان نوضح بس الشكل بشكل مبسط، يعني لو هو ده مثلا خط الميزانيه وده الليفل، تمام، هنقول مثلا دي النقطه الاولى، ادي دي النقطه الاولى، ادي دي النقطه الثانيه. تمام، فهنا مثلا الستاف هنا والستاف هنا، فدي نقطة الباك سايد. فنقطة الباك سايد القراية اللي هي متر 46.9 دي القراية الأولى، تمام. بعدين هنقول له اد، والمسافة 99 متر اللي هي المسافة ديت، المسافة ما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية. طبعا المسافة مش ضرورية إن أنا أدخلها، بس بتفرق في عملية التصحيح. أنا حابب أدخلها أدخلها، مش حابب خلاص مفيش مشكلة، تمام، ونقول له أوكي. طيب النقطة الثانية البنش مارك الثانية دي اتاخد عليها فور سايد من باك سايد، بقى هتبقى النقطة التانية اتاخد عليها فور سايد قرايتها 1.468، وفي نفس الوقت اتاخد عليها باك سايد 1.333. اوكي، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بالمنظر ده كده بالظبط. لو احنا مثلا دلوقتي عندنا خط الميزانية وعندنا الليفل بالشكل دوت كده، تمام. طيب فاحنا هنا دي النقطة وليكن دي نقطة 2، تمام، اتاخد عليها هنا كده دي فور سايد، تمام، دي فور سايد، يعني كانت الباك سايد هنا، دي كانت الباك سايد هنا، تمام، بعدين دي الفور سايد، فالفور سايد دي اللي احنا اضفناها هنا في الاول، تمام. طيب بعدين لما الميزان نقلناه تاني جبناه هنا مثلا، خدنا النقطة دي تاني باك سايد، اوكي، اللي هو هنا خدناه هنا تاني باك سايد. بعد لما نقلنا الجهاز نفس النقطة تاني القامة ما اتحركتش من عليها واخدناها باك سايد، ده معناها ان النقطة ديت اخدت قرايتين، قراية فور سايد بعدين الجهاز تم نقله وبعدين اتاخدت باك سايد تاني. فاحنا هنكتبها بالشكل دوت كده، هنكتب لكل نقطة كل الارصاد او كل القرايات اللي اتاخدت عليها. طيب بالنسبة للمسافة كانت 73.214، تمام، بعدين نقول له اد، هنلاقي هنا طبعا اوتوماتيك بيحسب الاي اتش اللي هي في الجدول هنا، بيضيف القرايات اللي احنا بنكتبها وبيضيف الاي اتش انسترومنت هايت منصوب سطح الميزان، وبيحسب الاليفيشن لكل نقطه طبقا للقرايات. فهندخل الداتا كلها بعدين نرجع تاني نشوف ازاي نعمل عمليه الادجست. هنا تم ادخال كل القرايات، قرايات القامه لكل نقطه تقريبا 19 نقطة، واخر نقطة اللي هي الكلوز على نفس البنش مارك تاني
بقراءه مقدمه فقط، والمسافات ما بين النقاط، وهنا الاليفيشن او المسافات دي كلها اتحسبت اوتوماتيك من خلال القراءات ومنصوب سطح الميزان. تمام. طيب قبل ما نعمل كالكوليشن بنفس الفكره، لو دخلنا احنا هنا على الهيلب هيبقى لنا هنا الميزانيه، وبيفهمنا هنا يعني ايه انيشال بوينت ويعني ايه كلوست بوينت ونقاط الميزانيه اللي بينهم. ولو دخلنا في السيتنج هنلاقي هنا اوبشنين بس، اللي هو الليفلنج ايرور ديستريبيوشن، طريقه توزيع الخطا، سواء ايكوال بالتساوي او لينس ويت على حسب طول ضلع، او على الايرور سيت اب اللي هو توزيع الايرور على عدد وقفات الجهاز. يعني انا عندي نقاط مثلا متوسطه كتير فما نقلتش الجهاز منها، فتوزيع الاقطاع المتوسطات هيبقى اقل من توزيع الخطا على نقلات الجهاز من الباك سايد والفور سايد. لو نقول مثلا هنا ايكوال، وهنا نفس الكلام الايرور الاو ستاندرد زي ما اتكلمنا فيه عن الترافرسات، لو كلاس اي ولا كلاس 1 او 2 او 3 على حسب الدقه المطلوبه. وطبعا كل كلاس من دول دي معادله معينه هي بتحدد قيمه الخطا المسموح بيه. اقول هنا اوكي، بعدين نعمل كالكوليشن. فهنا قال لي نفس الرساله اللي بتيجي في الترافيرس بعنوان ليفلنج ديسكلوجر، بيقول لي الاليفيشن ديسكلوجر هو عباره عن 6 مللي، وطبقا للكلاس اللي احنا مختارينه بيقول لي الستاندرد اليفيشن ديسكلوجر 4 مللي بس. بيقول لي انت اوكي موافق ان انت تكمل؟ فاقول له اوكي يس. فهنا جاب لي هنا الاليفيشن الليفلنج ريزلتس، فهنا بيقول لي طول الميزانيه قد ايه، كيلو 464.90 و9 من 10. وهنا بيقول لي الماكس اليفيشن عندك ميزانيه، اعلى منسوب وادنى منسوب، متوسط المناسيب والخطا المسموح بيه. وهنا جايب لي تيبل كامل في النقاط بالمسافات بالاليفيشنز المصححه. هنلاقي هنا اهو النقطه الاولى اليفيشن 12 متر 0.423، وبرده النقطه الاخيره الكلوز 12.423 اللي هو التصحيح بتاعه. لو دخلنا هنا على البروفايل، هنا بيقول لي بس البروفايل هنا مش متاح، ان شاء الله باذن الله في الفيرجنات القادمه هنظهر بروفايل كامل للميزانيه. هنا اقدر ان انا اعمل اكسبورت لي سي اس في زي الترافيرس بالظبط، واقدر ان انا اعمل ريبورت للليفلنج. تمام. ولو رحنا للبروجكت فولدر للداتا هنلاقي هنا الليفلنج سي اس في، وهنلاقي هنا الليفلنج ريبورت. والليفلنج ريبورت زي الترافيرس بالظبط، في هنا الليفلنج انفو، نقطه البدايه ونقطه النهايه وطول الميزانيه ومتوسطات المناسيب واعلى منسوب وادنى منسوب والميس كلوجر ليفلنج، الخطا الموجود بالفعل والخطا المسموح به والكنترول، وكذلك الفيلد داتا، وتحت هنلاقي الادجستمنت داتا اللي هي المسافات كل نقطه والمسافه التراكميه بتاعتها من البدايه، وكذلك هنا المناسيب المصححه في النهايه. طبعا ده ريبورت كامل نقدر احنا نعمله شير، نقدر نطبعه ونقدر نستخدمه بعدين في اي تعاملات رسميه. وبكده احنا قدرنا ان احنا نعمل تصحيح للليفلنج، ان احنا نحسب مناسيب من القرايات وايضا كمان نعمل تصحيح. وبكده يبقى احنا شفنا الترافيرس ادجستمنت والليفلنج ادجستمنت، وان شاء الله في الفيديو القادم نبدا نكمل بعض الادوات المتبقيه في التولز.